قراءة الصحف العربية نستهلها من مصر، حيث أبرزت الشرق الأوسط أن الحرب على قطاع غزة سرعت من جهود دفع عملية سياسية جديدة في المنطقة، وأن اتصالات ومباحثات وقف إطلاق النار في القطاع وفرض تهدئة طويلة الأمد كانت جزءاً من خطة أوسع لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية والوصول إلى اتفاق سلام. وفي الأردن كتبت الغد أن المقدسيين استطاعوا من خلال نضالهم السلمي للحفاظ على حقهم في العبادة أن يستميلوا جزءا مقدرا من الرأي العام العالمي ويوحدوا الشعب الفلسطيني على اختلاف مشاربه السياسية وتواجده الجغرافي. وفي قطر نقلت صحيفة الرايا عن المنسقة الإنسانية للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة قولها إن التصعيد الأخير بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في غزة فاقم الوضع الإنساني المفجع أصلاً لسكان القطاع. وفي الإمارات قالت صحيفة الخليج إن المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيموثي ليندر كينغ شن هجوما عنيفا على المتمردين الحوثيين الذين ليس لديهم أي استعداد أو تفاعل إيجابي لإيجاد حل الأزمة في اليمن.